القيمة المطلقة، أنت تحسها بشعورك مش بفكرك، لأنها قيمة مطلقة يعني ما تقدرش تحدها شيء يعني، فبالتالي استيعابها يبقى استيعاب حسي وروحي، لأنها في الحالة دي ما تقدرش تحيطها بتفكيرك لكن تحيطها بمشاعرك. فالقيمة المطلقة دي لما أنت تعوز تصل إلى أعلى قيمة في شيء ما تقدرش توصفه تبقى القيمة المطلقة. يعني أنا حسيتها بقى في الفن وأنا بعمله هي، ليه؟ لأن القيمة شفنا لوحة تشخيصية أو وصف الواقع بتبقى فيها قيم موجودة، آه ده البني آدم هنا مرسوم كويس، لا ده الحديقة مرسومة كويس، السماء هنا. لكن لما تيجي بقى عايز أنت قيم مطلقة تلم كل دول في قيمة واحدة فتبقى قيمة مطلقة في النهاية. احنا هي 6 أخوات، 3 بنات و3 ولاد، واعتقد ان كانت بتربط الجميع ناحية فنية معينة، تفرد في الاحساس، سواء الاحساس اللي بالفن او ممارسة الفن. فن ممكن ما يكونش بصورة زي الوزير فاروق حسني مثلا، ما كان اللي هو كان بانتر، لكن هو كمان على فكرة ما كانش بانتر بس، كان برضو ميوزيسيان، كان بيلعب فلوت وكده، اعتقد ايام ما كان في المدرسة كان بيلعب فلوت برضو، وكانت له لمحات فنية جدا، وحتى في الهدوم بتاعته واللبس كان بيحاول انه هو يتفنن ايام ما كان في الكلية، وفي كان بيتفنن في انه هو يعمل لبس معين بألوان معينة، جيليهات كده بألوان معينة. كانت يعني الفن كان شامل، يأخذ كل شيء بجدية، بجدية كل شيء بجدية، يعني ما فيش حاجة وقت، حاجة اسمه وقت ضايع. الوقت الضايع ده صفة ما جاتش ناحيته خالص، وعلى فكرة يعني يمكن اللي جمعنا هو ده، ان ما فيش حاجة اسمها مضيعة وقت. فاحنا لو عندنا وقت نروح سينما، نروح سينما، سينما هادفه، مش رايحين نقزز لب. وقت في مسرح نشوفه، وقت في ندوه نحضرها، حاجه جيده يعني، وقت في استماع موسيقى نسمعه. فكل ده اشياء جاده، حتى المشيه تمشيه، هو كان يتمتع بخطوه واسعه شويه، فالمشي ده صعب تلحقه يعني، خصوصا لأمثالنا اللي كانوا مدخنين. فهو ما كانش مدخن، عمره ما كان مدخن، فيمشي على الكورنيش خطوته البرجة الواسع زي ما بيقولوا، فانت عشان تلحقه لازم تمشي. أما بدأت أفكر في إنشاء مجلة ثقافية كان لابد من اني اتصل بالوزير الثقافة اللي موجود، وكان وقتها لسه فاروق حسني بادئ يبقى وزير، واول عدد انا فاكرة او تاني عدد يمكن كان حواري مع فاروق، يعني انا ما بحاورش ناس كتير، لكن ده وزير وجديد وقالوا لي عنه، يعني حكوا لي عنه، ادوني باك جراوند عنه، وزير شاب صغير وجاي من بره وبتاع. سألت بقى وعرفت بقى عنه معلومات كتير، وأول حوار في الشموع عملته مع وزير الثقافة، وقال لي بقى أنا وعدني بقى بأشياء كتيرة جدا، أنا هساعدك وحنعمل صالون ثقافي، مثقف، راجل مثقف لكن فنان، يعني ثقافته يمكن بتصب في الفن أكتر من أي جهة تانية، رغم أنه هو برضو عنده معلومات غزيرة، يعني واسع المعلومات، ده راجل عاش برا. طبعا بعد كده احنا بقينا أصدقاء جدا، عرفت طبعا معلومات كتيرة قوي عنه، أنه هو كان عايش في روما معظم حياته، وطبعا أخد من الإيطاليين أشياء كتيرة، وبعدين عنده لغات،
دي مهمة، بيعرف كذا لغة، فنه بيغلب على حياته حتى الشخصية. يعني لو راح مثلا يصيف يرسم البحر، لا لو 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 قعد مع حد مثلا وتكلم يعجبه الفيتشرز بتاعته يروح رسمه، عمل له بورتريه. الفن عنده نمرة واحد في حياته. طبعا انا كان لي حظ ان اقابل الدكتور فاروق، معالي الوزير فاروق حسني، في قصر ثقافه الانفوشي. كنت التحقت بيه في فتره كان هو بينهي خدمته فيها، والحقيقه طول عمره انسان متواضع وانسان يشع البهجه حواليه مع احتفاظه بهيبته وباحترامه، وكان انسان باستمرار معطاء للي موجودين، وكان بيشع مناخ من الثقافه حواليه. وكان الجانب الاجتماعي كان بيهتم بالجانب الاجتماعي للعاملين معاه في القصر، وكان بيحرص باستمرار على إزالة أي خلافات أو أي مشكلة تنشأ من خلال الأداء اليومي، سواء بين العاملين أو في ظروف العمل. الحقيقة الدكتور معالي الوزير فاروق حسني هو تجسيد لروح الإسكندرية، هو شخصية أيضا كوزموبوليتا وإنسان في شفافية البحر وفي بهجة البحر وفي ريحة يود البحر بتشع منه أول ما يقابلك، بيقابلك مرحبا باستمرار بابتسامة. الابتسامة بتاعته هي بتبدد أي شيء في أعماقك ما أيا كان ظروف المقابلة، وهو مرحب دائما باللي قدامه أيا كانت المسافة بينه وبينه، وبيشيع في الهدوء والسكينة في نفس اللي قدامه. وهو مشهور عنه بأنه إنسان معطاء،